يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نحكي عن شيء نحكينا حكينا عنه قبل ديجا، بس بدنا نوسع فيه شوي زيادة ونحكي بشكل مفصل أكثر شوي عن أسبابه وعن النتائج اللي بتنتج عنه. هذا اللي حكينا عنه هو ريشوفمون بلانيتير، هو عمليا بينتمي أكثر للبارتي اللي هي بوليسيون دو لير اللي شرحناها كتاني جابيتر، ولكن طبيعة الحال أثره يعني هو ناتج عن تلوث الهواء، ولكن أثره بيمتد أبعد بكتير من مجرد تلوث الهواء. يعني حنشوف إنه وكمان ومنه بس ناتج عن تلوث الهواء، يعني منه يعني مسببات تلوث، مسببات الشوفمون كليماتيك أو الشوفمون بلانيتير أو الشوفمون كليماتيك، إن مش بس هو تلوث الهواء، في أشياء تانية كمان مسببات الشوفمون بلانيتير. هيدا عمليا طبيعة الحال بالنهاية هو نتيجة تحديدا زيادة غازات دفيئة أو الغاز في الأثير قبل الأتموسفير، ولكن المصادر هيدي متنوعة والآثار الناجمة عنها كمان متنوعة وما بتوقف على مستوى إنه تلوث بالهواء بس، إنما أثرها كونها أثرها عم بيكون بشكل مناخي. هذا الشيء هيؤدي لأثر على كل الإيكو سيستم سواء أكواتيك أو تيرستري أو تيرستر، وحيكون كمان أثر على الكائنات الحية كلها بمختلف أشكالها وعلى المنظومة المناخية كلها سواء لكوكب الأرض وعلى كل الكائنات الحية تاليا اللي عايشة في الكوكب هذا ومن ضمن الإنسان. ومن ضمن بقى هون هالنوع من الرشوفمون بلانيتي هذا هو أحد أثار التلوث في الهواء، ولكن من الآثار الكبرى يعني واللي هي لحالة يعني عمليا خطر كتير كبير على الكوكب، يعني من هي تلوث الهواء بملوثات تانية غير الغازات الدفيئة. يعني أثرها ممكن يكون أكيد أثرها مؤذي وعم يسبب بشكل كبير بالرواية وأمراض سرطانية وغيره، ولكن أثرها بضل محدود بمعنى من المعاني إنه أثرها على الكائن الحي مباشرة. لكن هون احنا عم نحكي عن أثر على الكوكب كله سوا، حتكون آثاره على الكائنات الحية وخاصة الإنسان جدا كبيرة وفترات جيولوجية قادمة، يعني إذا كان بإيد وضع مثل ما هو حاليا احنا عم نفوت بسيكل خطر، يعني لأنه حتى بصير عندنا مثل فيدباك لوب كل ما نزيد الانبعاثات الغازات اللي بترفع درجة حرارة الأرض حيصير عندنا تدويب للتجاهيل القطبين، حيدوب عندي حيرجع ينبعث عندي غازات إضافية بتزيد حرارة الأرض وهكذا دوالك، وبالتالي درجة الحرارة بدها تعلى أكثر وأكثر، حنفوت بأزمة كتير كبيرة. بكل حال حكينا شوي عن الموضوع ضمن سياق الحديث عن البوليسيون دولار، حنرجع نذكر بعض المفاهيم اللي حكينا عنها قبل، وبنحكي ببعض الأسباب الإضافية اللي ما جبنا فيها قبل والنتائج كمان الإضافية اللي كمان ما جبنا فيها قبل. شو هو الريشوفمون كليماتيك؟ الريشوفمون كليماتيك مونتاسيون دو لاتموسفير دو تمبراتور لاتموسفير مويان دو لاتير هي تمبراتور دو سيرفاس. اوكي، لكن عمليا هي ارتفاع، عمليا شو عم بصير في عندي انا؟ ارتفاع بدرجة حرارة الكرة الأرضية، ارتفاع قلنا حكينا احنا قبل كمان انه ارتفاع بالمعدل، يعني بالمعدل مش بالضرورة وين ما كان يكون في عندي ارتفاع بدرجة الحرارة، يمكن بالعكس في محلات تانية درجة الحرارة تكون عم تنزل بالمتوسط، ولكن على مستوى الكوكب كله سوا الريشوفمون كليماتيك عم نحكي عن الريشوفمون كليماتيك عم نحكي عن متوسط درجة حرارة الكوكب على السطح وبطبقات الجو العليا، طبقات عمليا عم بصير في عندي ارتفاع بدرجات الحرارة بالمتوسط، يعني معين على كل مستوى الكرة الأرضية. إذا بيجي بشوف إذا هلا متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية كله سوا تقول 15 درجة المتوسط، هذه درجة الحرارة ال 15 درجة عم بتزيد عم بصير 16 17 18 اللي هو الريشوفمون كليماتيك، هو عمليا ارتفاع بمتوسط درجات حرارة كوكب الأرض بكل بساطة. من وين جاي هالأوغمونتاسيون هيدي؟ جاي من اللي حكينا عنه اللي هو الإفيدوثير أو الجاتا إفيدوثير. هلا طبيعة الحال احنا قلنا قبل إنه الإفيدوثير هو شيء إيجابي، يعني عمليا احنا هالكوكب هيدا لو ما في عندي انا غازات تقدر تعمل امتصاص لاشعه الشمس للاشعاعات خاصه الانفراروج، كانت الانفراروج بخسرها وبالتالي انا شو بصير في عندي؟ بصير في عندي درجه حراره منخفضه، انما في عندي انا
يعني وشيء ايجابي انه عندي غازات قادره انها تمتص الاشعاعات الحراريه هيدي. اوكي، يعني بتذكروا احنا عندنا هذا سطح الارض، هذا سطح الارض هون، اوكي سطح الارض هيدا، هذه تير كان. اوكي تير، هل الارض عم يجي عليها هذه الشمس؟ تصير هيك الشمس، لا اوكي سولي عم يجي هون اشعاعات شمسيه من هون، عم تجيني اشعاعات شمسيه لعندي على سطح هالكوكب هيدا. اوكي الاشعاعات الشمسيه هذه كلها جزء منها بيعمل لي رشفمون بالكوكب، اكيد جزء منها حيكون ريفلكس شي غير مباشره، بس في عندي جزء كمان حيكون هذا ريفلكس شي هون، اذا كان هون الانسيدون، الانسيدون هون هون اللي هو ريفلكس شي، ولكن في جزء منها عم يعمل لي عم يرفع درجه حراره الارض، عم يرجع ينعمل له ايميسيون. اوكي ايميسيون، ايميسيون هون، هالايميسيون هيدي، هالإيميسيون هذه بشكل ريونمون انفراروج. انا عندي اذا بتذكر ريونمون ترميك، ريونمون ترميك هن اللي انفراروج، انفراروج اي ار، ريونمون انفراروج شو هو؟ ذكر هو اذا بتذكرين سبكت الكترومانيتيك، انا اذا عندي سبكت الكترومانيتيك اللي هو بيمتد عمليا، اذا عم بحكي بيمتد عندي من الريون اكس والريون كوزميك اللي هني أصغر لا عند الأوند راديو بالآخر، هون الأوند راديو بالنهاية، هذا كله سوا سبكت إلكترومغنيتيك. أوكي هون عم بحكي أنا هون عم تكبر تدريجيا هيك اللونجر دون، أوكي اللونجر دون عم تكبر هون، هاللمدا عم بتزيد هيك من عند الأوند، من عند الريون إكس الأوند كوسميك لحد اللمدة عم تكبر longer dot، وبتخلف الفريكونس بالعكس، الفريكونس هيك الانرجي كمان، يعني الانرجي كمان هيك، هاي الفريكونس بالعكس F. اوكي انا عندي طبيعة الحال شو عندي، انا عندي الريالمون فيزيبل هون في مكان ما هنا، هذا هذا فيزيبل هون فيزيبل، هل فيزيبل هيدا هلا هو من البلو، من البلو للروج حيث اللونجر دوت، يعني البلو هي اصغر لونجر دوت والروج هو اعلى لونجر دوت. اوكي هل بس حكي عن الانفراروج، هو اللون اللي دغري بعد الاحمر باللونجر دوت، اللونجر دوت الاطول دغري من الاحمر، الاطول من الاحمر هون. اوكي هيدي الانفراروج، طيب ليش انفرا معنى اطول؟ انفرا من جهه الفريكونس، اقل من جهه الفريكونس هون، جهة الفريكونس هي أقل، هي تحت الحمراء من جهة الفريكونس، ذلك هي الانفراروج. تحت الحمراء الانفراروج هي إشعاعات الحرارية اللي بتطلع من الأجسام، الحرارة بتطلع حرارة عمليا بتطلع في فورم ريونمون انفراروج. يبقى الأرض بتعمل إميسيون لريونمون انفراروج، كل الأجسام الحية بتعمل إميسيون لريونمون انفراروج. هل هذا هي الإشعاعات الحرارية، هي الإشعاعات اللي هي مسؤولة عن الحرارة، هل الإشعاعات الحرارية هيدي هلا اذا انا ما عندي شيء يحبسها بالاتموسفير حاخسرها وحتطلع تروح، درجه الحراره بتبدا تنخفض لان هي مسؤوله عن الحراره، ولكن قبل الاتموسفير في عندي انا غازات، مو غاز ايفيت ثلج، ليش ايفيت ثلج؟ لانه مثل البيوت البلاستيكيه، البيوت البلاستيكيه اذا عندي بيت بلاستيكي، هذا بيت بلاستيكي عمليا اشعه الشمس كلها بتفوت هون الريمون سولير، اوكي بفوت، ولكن شو اللي ما بيقدر يطلع؟ بيقدر يطلع منها الانفراروج محبوس هون، بصير عندي ايميسيون انفراروج بقلبها، وايميسيون انفراروج بقلب البيت البلاستيكي بيضلوا محبوس، وبتصير درجة الحرارة هون تمبراتور بقلب